دقيقة 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 يلا يا اخوان يلا طبعا هذا هو الدور الرابع لدوري المحترفين، مباراة مهمة للفريقين، مركز شباب طول كرم بيأمل انه صالح جماهيره، ان شاء الله بنأمل التوفيق لمركز شباب طول كرم حتى لا يعود لمركزه الطبيعي. كان في لفتة مهمة من رابطة مشجعين مركز شباب طول كرم، كل الشكر والتقدير لهم بإحضار الناجي من المحرقة التي أقيمت ضد آلي دوابشي، بحضور الطفل أحمد دوابشي من أجل ركل ضربة البداية في المباراة
وتم هذا الحكي بنجاح. كمان مرة نشكر رابط مشجعي مركز شباب طول كرم، بنأمل التوفيق لمركز شباب طول كرم في المباراة، نأمل أنه نشاهد مباراة مهمة ومحترمة من أجل أنه يكون دور المحترفين يليق في سمعته، وإن شاء الله أنها بتطلع للنهاية مباراة جيدة. أبو الأديب أيضا يعني هي رسالة للعالم بأن لا ننسى ما قام به المستوطنين ضد أبناء دوابشي والشعب الفلسطيني. طبعا إحنا الشعب الفلسطيني مش ممكن أن ننسى أبطالنا وقادتنا وشهدائنا، هاي رسالة لكل العالم. كمان إحنا إنه وجود الطفل في أرض الملعب إنه إحنا كمان شعب منحب السلام، منحب العيش بكرامة مثل باقي شعوب العالم. بالعكس هذه هي رسالة تحمل في طياتها نوعين من هذا، إثبات للعالم أنه إحنا لم ننسى شهدائنا وهم أكرم منا جميعا، وأيضا أنه رسالة نوصلها لكل العالم أنه هذا الطفل هو على أرض الملعب، هو يريد الحياة، يريد الاستمرار في الحياة، يشارك الفرق الرياضية من أجل أن تكون هناك رياضة فلسطينية كبيرة إن شاء الله. نقول أنه نحن كعائلة نشارك شعبنا في جميع المواقف التي يجب أن نكون بها، سواء كانت رياضية أو فنية أو في أي مناسبة نحن سنكون مع شعبنا. رسالتنا أيضا أنه نحن نحب الحياة، شعب يعشق الحياة. رسالتنا أيضا بأننا شعب مهما الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة، وللاحتلال بأننا أقوياء وسنبقى أوفياء إن شاء الله لدماء الشهداء. ونحن نلعب الآن على ملعب الشهيد بلال غانم، هذه رسالة من عائلة الشهداء إلى الشهيد أننا سنبقى الأوفياء لدماء شهداء فلسطين أجمعين.